بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قادوا الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر أحب الأمرين إلى نفسك. بهذه الكلمات خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان حين لقيه أول مرة في مكة. ولتخيير حذيفة بن اليمان في الانتماء إلى أكرم فئتين وأحبهما إلى المسلمين قصة. فاليمان أبو حذيفة مكي من بني عبس، لكنه أصاب دما في قومه فاضطر إلى النزوح عن مكة إلى يثرب، وهناك حالف بني عبد الأشهل وصاهرهم وولد له ابنه حذيفة. ثم زالت الموانع التي تحول دون اليمان ودون دخول مكة، فجعل يتردد بينها وبين يثرب، ولكن إقامته كانت في المدينة أكثر وألصق. ولما أهل الإسلام بنوره على جزيرة العرب كان اليمان أبو حذيفة 11 من بني عبس وفدوا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأعلنوا إسلامهم بين يديه، وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة. ومن هنا كان حذيفة مكي الأصل مدنيا نشأة. نشأ حذيفة بن اليمان في بيت مسلم وربي في كنف أبوين من السابقين إلى الدخول في دين الله، فأسلم قبل أن تكتحل عيناه بمرآة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان شوق حذيفة إلى لقاء الرسول يملأ جوانحه، فهو ما زال منذ أسلم يتسقط أخباره ويلح في السؤال عن أوصافه، فلا يزيده ذلك إلا ولعا به وحنينا إليه. فرحل إلى مكة ليلقاه، فما إن رأى النبي حتى سأله: أمهاجر أنا أم أنصاري يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب. فقال: بل أنا أنصاري يا رسول الله. ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لازمه حذيفة ملازمة العين لأختها، وشهد معه المواقع كلها إلا بدرا. ولتخلف حذيفة عن بدر قصة رواها بنفسه فقال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش وقالوا: أين تقصدون؟ فقلنا: المدينة. فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأبوا أن يطلقونا إلا بعد أن أخذوا العهد علينا ألا ننصر محمدا عليهم وألا نقاتل معه، ثم أطلقوا سراحنا. ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما قطعناه من عهد لقريش، وسألناه ماذا نصنع، فقال عليه الصلاة والسلام: نفي بعهدهم ونستعين عليهم بالله. ولما كانت أحد خاضها حذيفة مع أبيه اليمان، أما حذيفة فأبلى فيها أعظم البلاء وأكرمه وخرج منها سالما، وأما أبوه فقد استشهد فيها، ولكن استشهاده كان بسيوف المسلمين لا بسيوف المشركين. ولذلك قصة نوردها فيما يلي. لما كان يوم أحد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمان وثابت بن وقش في الحصون مع النساء والصبيان، لأنهما كانا شيخين كبيرين طاعنين في السن. فلما حمي وطيس المعركة قال اليمان لصاحبه: لا أبالك، ما ننتظر، فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا بمقدار ما يظمأ الحمار.
إنما نحن هامة اليوم أو غد، أفلا نأخذ سيفينا ونلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبيه؟ ثم أخذا سيفيهما ودخلا في الناس واقتحم المعركة. أما ثابت بن وقش فأكرمه الله بالشهادة على أيدي المشركين، وأما اليمان وارد حذيفة فتعاورته سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه، وجعل حذيفة ينادي أبي أبي فلا يسمعه أحد، وخر الشيخ صريعا بأسياف أصحابه. فما زاد حذيفة على أن قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي الابن دية أبيه، فقال حذيفة إنما هو طالب شهادة وقد نالها، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. فازداد بذلك منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه غور حذيفة بن اليمان، فتجلت له فيه خلال ثلاث: ذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات، وبديهة مطاوعة تلبيه كلما دعاها، وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. وكانت سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم، وما يحيكونه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكائد ودسائس. فأفضى النبي صلوات الله وسلامه عليه لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا من أصحابه، وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب حذيفة في موقف من أشد المواقف خطرا وأحوجها إلى الذكاء الفذ والبديهة المطاوعة، وذلك